السلام عليكم، اهلا ومرحبا وسهلا ودندا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. في البداية اولا هنيئا لفريق الرجاء العالمي على الفوز ديالو، وديما خضراء وديما رجاء. عندي واحد الساعة ديال الانتظار، غادي نتسنى السي هشام بالمهدر يجي يهزنا من هذا المكان البعيد. نهاية الحماية وبداية الاستعمار كما قال المطرب، نهاية العمل. أسبوع كان طويل جدا، و يعني الوقت اللي كيكون الانسان باغي يسافر كيرتاح شي شويه. حنا هاد الاسبوع هذا حطمت فيه الرقم القياسي، من نهار بديت كان نخدم في المدينه هذه تقريبا عامين، هاد الاسبوع هذا ضربت فيه الرقم القياسي ديال ساعات العمل. العينين راهم كيتلصقوا بالنعاس، وعاد راهو يجي لي جون. ايوا خويا شي يجي لي جون، المغرب كامل نايض ليهم، نايض ليهم نوضا. انا نتفكر هذا الجيلي هذا اصفر، قلت ترى نديرو به اللايف. اذا هذا اخر يوم عمل، وجيت لواحد الكراج في مدينه موريال. الناس اللي عندهم كاميويات ديالهم في مدينه موريال، الاصلاح عند كراج جيرانيو عند السي عبد الله، السيد حمزه، السي محمد التونسي الرجل العظيم. إذا كان شي مشكل اللي هو يستعصى الحل ديالو على جميع الكراجات بما فيهم فريت لاينر ولا الكينوارت ولا الفولفو ولا البيتربيلت، واحد خينا يلاه اكتشفتو كاين هنا مور هاد الحيط هذا. باقي شاب، باقي صغير، ولكن تبارك الله عليه فاهم المصارن ديال الكاميويات اش كيغرغر فيهم. وتلاقيت مؤخرا واحد الشيفور من امريكا اللاتينيه، قال لي الاخ ديالو دا الكاميو لا ميزون، لا ميزون اللي مخرجه الكاميو ديالو اللي هي فريت لاينر، وشارجاو عليه عرام ديال الفلوس وما لقاوش ليه المشكل. وجابوا لهاد الخينه هذا في الصباح، دخلوا ليه مع 12 عيط ليه، قال له هالمشكل هالمشكل شحال غيتقام عليك. جا صاوبو، انا كنت جبت ليه هاد الكاميو هذا نيت، هذا كان كيخرج لي منه دخان ابيض، ما خليت انايا ما درت ليه، ما خلينا ما بدلنا ليه من بياس جديد، والحل ما كاش. جابتو ليه، دازت يومين عيط ليا قال لي اجي دي الكاميو ديالك، ناضي في امان الله وحفظه. اذا الناس اللي عندهم كاميونات الا طحتي في شي مشكل ما بغاش يتحل، ما لقيتيش اللي غيحل هذا المشكل هذا في لا ميكانيك، عيط لي انصيفطوك عند هذا الشاب هذا. ما غاديش نعطي السميه ديالو بطبيعه الحال، لان الدري باقي جون، ولكن عارف القيمه ديال راسو، يعني عاطي لراسو قيمه كبيره اللي كيستحقها. ولهذا الا كانت شي مسائل اللي هي بسيطه، انسان يستمر في اصلاحها عند الكراجات اللي كيصلحها لنا. هذا من جهه، ولهذا كما يقول اللورد ايب. بقى لنا سيدي دودو ديال اليوم ودودو ديال غدا ان شاء الله، ومن بعدهم غنديروا دودو الثالث في المغرب. اذا استعدادات على قدم وساق، الباليزات مجموعين، الجلبه درناها تيست درتو انا البارح بالليل، الابناء والزوجه مشاو داروا هذا الصباح. سي هشام الله يخلف عليك، شكرا على النصيحة. الخارجة من وزارة الصحة، دونك بقى غير وقت السفر. يوم الثلاثاء صباحا إن شاء الله غادي نكون معكم مباشرة من المغرب. إذن اللايفات غادي يكونوا مباشرة من الدار البيضاء، من مدينة طنجة، من كابونيغرو. سيدي محمد الجرموني، نهار غليظ هذا ود سيدي محمد، هضرنا معاك الفالطه المره اللي فاتت، دابا ان شاء الله 3 في الصباح انا جاي.
الاربع ولا الخميس ان شاء الله دير شي سويعه اجي نشوفك. ديني معاك او ماكرهنا شي استعدنا شي باطو جمعوا فيه هاد 150 الف ديال المغاربه يهود ومسلمين كلشي نهودوا للمغرب. غير هو كاين واحد نوع من التخوف ونوع من القلق بدا كيلبسني. اولا بعدا الصهد الاخ توفيق تيقول لينا القضيه بصهاده. كنشوف درجات الحراره الان اليوم شفت 46. الله يدير شي تاويل ديال الخير. حنا راه كتوصل عندنا 34 35 هنايا راه كلشي كيلاشي. انا كبرت في مدينه فاس وكنا كان التيران ديال الكره عندنا في الحي ديالنا حي تغات، ولكن كانوا كيجيو احياء بعيده اللي ما عندهمش تيرانات وكانوا كيجيو يلعبوا في داك التيران وديما كتنوض عليه المضاربه. حنا وصلنا لواحد لا كونكليزيون ولينا كنخليوهم هما يلعبوا في الصباح وحنا كنلعبوا في داك الوقت ديال القيلوله اللي ما يقد حتى شي واحد يلعب فيه الكره. كنا كنخرجوا مع الوحده كنلعبوا من الوحده للثلاثه للاربعه 45 درجه 44 درجه فرقه كتبقى لابسه حوايجها وفرقه كتزبط وما كاينش غرام ديال المشكل. ولكن الان يعني شي شويه ديال الحراره ولات كتغلبنا. الحراره يعني اقصى ما كنت عشتو في الولايات المتحده الامريكيه هو في ولايه اريزونا. اريزونا اللي كتعتبر هي المنطقه الاكثر حراره في الولايات المتحده الامريكيه، ومدينه فينيكس هي اسخن نقطه كاينه في هي اسخن نقطه كاينه في الولايات المتحده الامريكيه. واحد الوقت مشيت ليها كانت فيها 43 درجه مده 13 يوم 13 يوم متتابعه وهي فيها 43 درجه. غير داك الدرجات ديالهم ما عرفتش داك الشيء كيفاش داير. يعني كان داير لي واحد تونسي وبقات داك الجمله في راسي ملي كتم خارج كتمشى في داك الشمس بحال شي واحد شاد شي شاليمو وتابعك كيصوت عليك انت غادي هو كينفخ عليك. هي 49 في سيدي سليمان الله اكبر. ايوا قد اعذر من انذر. حضرنا الدراري قلنا لهم الحراره بزاف بلا ما نمشيو للمرزوقه راه غادي تسخنوا. قال لك وتقو ما نمشيوش كاع للبلايص الاخرين ولكن البلاصه اللي غادي تدفنوا فيها في التراب ونركبوا في الجمال ونباتوا في الخيمه هذيك ما كاش هي اللي ما نتخلاوش عليها. الله يدير شي تاويل خير معاهم. كنا مشينا لفلوريدا في 2014 على ما اظن. ساره ديك الساعه كانت عندها شي 5 سنين وقيلة، والصهد ديال فلوريدا حتى هو بخبيزته حتى هو ما ساهلش. كنا كندورو في ديزني وورلد كل مره كندخلو نتخشاو في شي محل باش نتبردو. واحد الساعه ساره ما قدرتش تصبر، اختها اللي صغار منها كانت عندها 3 سنين صابره وهي بدات تبكي. البارح قلت ليهم راه وصلت 49 في المغرب راه غنبكيو كاملين ما تبكيش غير ساره هاد العام. خاصك الحولي الحولي اخويا راه البارح ورانا الاخ راه خدا لينا حولي جبلي. قلت له واش كيدير باعه تا هو بحاله بحال السردي الدكالي ولا السردي ديال الجبل عنده شي تبعبيعه مختلفه. تبارك الله واحد الكساب داك الشيء عنده غزال خدا لينا من عنده الليلة ديال العيد ان شاء الله عاد كيجيبو يفرقهم في اعلى الديور عاد يجيبو لنا لطنجة ان شاء الله. دونك الحرارة كاين جوج ديال النقاط اللي يعني تثير نوعا ما القلق ديالي وهي الحرارة وهي الكوفيد الدلتا. قبيلة كنتكلم مع احد الاصدقاء ديالي في المغرب وقال لي بان الزوجه ديالو والبنيته ديالو بجوج بهم جاهم الكوفيد علما ان الزوجه ديالو ملقحه جوج ديال التلقيحات يعني دايره جوج ديال الجلبات ومع ذلك اصيبت بالكوفيد. وهاد الارقام هادو اللي كيتم نشرها انا كنتمنى الله ان وزاره الصحه تجيري هاد الشيء هذا الانترن. كاين شي اجراءات غادي يتم اتخاذها مثلا ان الامور تعاود ترجع ل 11 الليل كلشي ساد اجراءات معينه ولكن بدون ذكر هذه الارقام لان
الا وصلتي انك تبقى تقول راه وصلنا 3000 4000 راه الدول الاخرين غادي يسدوا عليك، ولا سدوا عليك دونك صافي سالينا ما بقى لا مشي لا مجي، وغادي عاوتاني تبدا الازمه من جديد. دونك التعامل تنظن سير اخويا تصلي انت الله يتقبل اكثر الايمان هاد النهار هذا في هاد اللايف هذا، شحال من واحد باغي يمشي يصلي سير سيدنا الله الصلاه هي الاولى ديما وداد. لا اخويا دابا كلنا رجاويين وخا ديما ماس ماس، ولكن في هاد اللحظه هادي ديما رجا. قلت بان هاد الارقام هادي اللي كيتم الاعلان عنها كل يوم وصلنا لواحد الارقام اللي هي جد منخفضه، والان دابا رحنا طالعين ها 1000 ها 1100 ها 1500، فاذا وصلنا ل 3000 4000 اكيد راه كتقول دول اخرى غلقوا علينا الحدود الله يجازيكم بخير. واغلاق الحدود يعني عاوتاني عوده المشاكل ديال الجاليه. هاي بالكم العضراوي تما واقف في الباب ديال شي اجونس ديال لارام، واخوتنا بارطاجيو بارطاجيو باش هادشي يوصل لسيدنا، راه بغينا نرجعوا لخدمتنا راه عندنا الخدمه ديالنا. ايوا الهلا يكتب علينا هادشي هذا. العواشر مبروكه السي عز الدين، اذا عواشركم مبروكه دخول العشر، دخول العشر ان شاء الله الاوائل ديال الاضحى ابتداء من يوم الغد على ما اظن. المهم انا عقلت على يوم العيد غادي يكون نهار الاربعاء والاربعاء 21، الاربعاء 21، وانا ما عرفتش علاش داير في بالي بان العيد غيكون نهار 19، وقلت غادي نعيدوا نهار 19 وغادي نجلسوا نهار 20 ونهار 21، وعاد ريزيرفيت في الاوتيل نهار 22. عازدق العيد نهار 21 وحنا عندنا ريزيرفاسيون في لوطيل نهار 22، ولوطيل ديجا خالص ما عندك لا ما تقول لهم لا رومبورسيوني ولا والو. دونك غادي نذبحوا الخروف وندوزوا يوم العيد ونتحركوا ان شاء الله. جميع المواجهات السياسيه والكرويه تنتهي بهزيمه الجزائر، ودق تمره الجزائر راه كتهز وكت يعني هزه ما هز طوال هاد الايام هذه من هزائم، ونتمنى الله غير انهم يفهموا هاد الامر هذا. هما دائما تحاول ما امكن يبينوا ان راه المغرب هو المشكل في الهزيمه الرياضيه، المغرب هو المشكل في الهزيمه السياسيه، وخصوصا الان مع إقالة وزيرة الخارجية ديال إسبانيا. تنظن بأن السي إبراهيم غالي والسي تبون والناس كاع اللي خططوا لعملية نقل إبراهيم غالي إلى إسبانيا بشواهد مزورة وثائق مزورة، تنظن بأنهم الآن بقاو ولاو دي زورفلان، الحاضن ديالهم ما كاش. السيدة اللي كانت كتحتضنهم واللي كانت مسهلة لهم الأمور تم التخلي عنها، وإحدى الصحف الغربية كتبت بأنه تمت إقالة وزيرة الخارجية لأن ملف الصراع أو سوء التفاهم مع المغرب كان أكبر منها، وأخطأت التقدير وأساءت التصرف. وجاوب شنكريحه اللي كيصوني، لا لا هذا غير الاخ ديالي الابن ديالي خلينا عنده، لان الشاب وليد ما كيدير لا جلبه ولا تيست ديال الكوفيد، خلينا عند عمو مشي باش مشاو الزوجه والبنات داروا. قلت بان السيده الوزيره زرفوها الجنرالات ديال الجزائر وطمعوها وظنوا بانهم غادي يدوز القضيه حسمسي وما غادي يجي حد، ما غايجيب حد الاخبار، وتلقى وعدوها بشي وعود ماديه، غنعطيوك الغاز غنفعلو غنتركو هذا غيدوزي لينا هذا الملف هذا، وما في خبارهمش بان الاستخبارات المغربيه هي استخبارات لا تغيب عنها الشمس، يعني متواجدة في الكرة الأرضية بأكملها،
ومتبع الشاده والفاده واي حاجه الا وكتسيق لها الخبر. اذا نتمنى الله انهم يتعلموا كيفاش يتصرفوا في القادم من الايام، وبان وزير الخارجيه اللي غادي يجي بلاصه صاحبتنا يكون اكثر رزانه واكثر حكمه في التصرف ديالو. المشكل هو ان هذه السيده خلقت مشكل خطير داخل اسبانيا، لان شكون هو المسؤول على الجانب الامني ديال البلد رقم واحد؟ هو الجيش. فما يمكنلكش تصرف تصرف بحال هذا وما تعلمش المؤسسه العسكريه. دونك خاص ضروري اما انك تخبرهم او لا تاخذ وجهه النظر ديالهم قبل ما تقدم على مثل هذه التصرفات. دونك التصرف ديالها جنت على نفسها براقيشون من يوتيوب. انا وقع واحد المشكل، الناس اللي كانوا كيتبعوني في صفحات اخرى على يوتيوب كلهم باقين جالسين في يوتيوب وكيتسناوني، شادين بلاصتهم وكيتسناو في العذراوي. كنتلاقاهم دابا بزاف ديال الناس كنتلاقاهم في موريال، خويا العذراوي ما بقيتيش كدير لايفات، تنقول له يلاه درتو غير البارح وما شفناكش شحال هذه، شحال من شهر ما شفتك. دونك اللي كيعرف شي واحد جالس تيتسناني في يوتيوب قول له اجي مرحبا بك لصفحه عذراوي لايف. قبيلة تلاقيت شيفور اخر خدام في شاحنه ومقطوره اللور وغادي شافني ووقف ورجع مارش اريار في الطريق. دونك كاين هناك واحد النوع من المغاربه تعطاو المجال ديال النقل الطرقي في مدينه موريال على وجه الخصوص، والحمد لله يعني كاين المئات ديال السائقين اللي دخلوا لهذا المجال هذا بسبب الفيديوهات اللي كنت كندير في يوتيوب سنوات 2010 2011 2012 2013. والان مازال يعني ناس اللي كيتاخذوا قرار باش انهم يبدلوا لافوكاسيون ديالهم، لان بزاف ديال المهن اللي كتقدر تخدم فيهم هنايا في موريال ولا في كندا بصفه عامه ما كيمنحوكش الفرصه ديال انك تزيد للقدام بسرعه، كتبقى تابع داك الزياده ديال نصف دولار، واش غتزاد هذا العام واش ما غتزادش واش حتى العام الجاي. بينما القطاع ديال النقل الطرقي قطاع اللي هو حيوي وقطاع اللي كيمنحك فرصه باش انك تيفولوي فيت الا كان عندك الدماغ وكان عندك الرغبه والاراده باش انك تزيد الى الامام. سيدنا اللهم امين يا رب العالمين. قبيل انا واقف خديت واحد الساندويش كنعمي به الجوع، سائق خدام مع بروفيدو، وهذا الشيء يعني يثلج الصدر. يعني انا دائما اشعر بالسعاده وبالافتخار والاعتزاز بمثل هذه اللقاءات في وقت من الاوقات فاش يلاه بديت كنخدم في المدينه. يعني واحد النسبه ديال 90% المغربي ملي كتلاقى انت وياه وجه في الوجه كتعرفه، كتعرفوا بانه مغربي، بانه ماشي تونسي، بانه ماشي جزائري، بانه مغربي بلا ما تهضر معاه ما تدوي معاه. نسبه الخطا عندنا كمغاربه ضئيله جدا، وفي ذاك البدايات يعني كيبقى بنادم شاك واش هو هذا العذراوي. لا العذراوي كنشوفو في يوتيوب كيخدم في امريكان، ميمكنش يكون هو. قيل لبعض منهم اللي كيجي كيسولني واش حتى هو العذراوي، قول هو انا ما عرفش كيفاش، يعني واش كاين فرق ما بين الصورة في ليكرون ديال التليفون ولا ديال الأورديناتور وما بين عذراوي في الواقع. لكن الحمد لله يعني الآن العلاقات جد طيبة، وهذا النسيج اللي كاين ما بين السائقين المهنيين هو شيء جميل جدا، ونتمنى على الله أن الجالية المغربية حتى هي تصبح تتضاهي الجالية الهندية ولا الباكستانية ولا الآن الهايتيين بداو كيدخلوا حتى هما لهذا القطاع. ومعروف على الهايتيين وعلى الهنود على الباكستانيين على اللبنانيين أنهم تيتعاونوا بعضياتهم، تيوريو لبعضياتهم، كيعطيو المعلومة للآخر. احنا في الجاليه ديالنا باقي واحد الشويه ديال لا ريزيستانس،
يعني الاغلبيه ديال الناس كبروا على داك الشيء ديال ما تعطيش بنادم راس الخيط، وبنادم ما يعرفكش علاش مطوي، وما عمرك تعطي نيتك لبنادم، وهذه كلها امور اللي هي تافهه جدا، وامور اللي لا تزيد هذه الجاليه الا شتتا. وحنا لسنا بحاجه الى هذا الشتات، حنا محتاجين لاننا نكون كلحمه واحده، وان اننا نعملوا بداك لو برانسيب ديال دوني او سويفون، اللي وصل لواحد المجال ولا واحد الميدان واكتسب فيه تجربه انه ينصح الاخرين. كاين بعض الناس اللي كيظن بانه غير هو وداك الاخر اللي كاينين فوق الكره الارضيه، وبانه راه الا ورى لذاك السيد وجا حتى هو مارس نفس المهنه بحاله غيدي له بلاصتو، بينما ارض الله واسعه هنايا والمجالات كثيره وكبيره وفرص الشغل كبيره بزاف. اذا علاش غادي نبخلوا على بعضياتنا بالمعلومات؟ اذا واش صهدك ولا مكة؟ قولوا لنا شحال عندكم ديال الدرجه ديال الحراره، في الله يجازيكم بخير. في المغرب الناس بداو يخلعونا من هادشي ديال 46 و 48 و 49. 49 انا غايجيبوا لنا شي قرعه يجمعوني شي قرعه ديال اللي يطرو. ها هو العذراوي ومراته وولادو، راه دابو جمعناهم هنايا في هاد القرعه هادي. والكوفيد، الكوفيد بنادم راه خاصو يرد البال شي شويه، لان هذا المتحور الجديد دلتا راه خدام كينتشر، وكينتشر بواحد الشكل اللي هو سريع جدا. كنشوف قبيله الاخبار ديال تونس، تونس يعني وصلت للسكته القلبيه في المجال الصحي ديالها. الامير محمد بن سلمان اتصل بالرئيس التونسي وعرض عليه المساعده، لان النظام الصحي ديالهم ما بقاش قاد يحتضن المرضى الجدد ديال الكوفيد. السيده هنايا في مدينه موريال عندها صالون دو كوافير تونسيه، وكان من هذه شحال وهي كتقول للزوجه ديالي انها غادي تمشي لتونس، ودارنيرمون قالت لها بغيتي تصاوبي شي حاجه اجي، راه ما بقيتش غنمشي، راني انوليت الفواياج. قالت لها الحالات ديال الكوفيد اللي كاينه في تونس عندنا ما كطمئنش. صديق ديالي تكلمت معاه قبيله ايضا، هادي شي 6 شهور باش قال لي في الاول ديال العام، قال لي راني مريزيرفي غادي نمشي للمغرب. قبيله عيطت عليه باش نشوفو واش مشى ولا ما مشاش، قال لي اخويا راني انوليت لي بيي، وشريت واحد الرولود وجرها مور الطوموبيل وغادي كيدور في المخيمات هنا. دونك كاين هناك واحد النوع من التخوف من الانتشار، والتخوف الاكبر هو من الاغلاق. يعني التخوف اللي عند بزاف ديال الناس بما فيهم عبد الرحمن العذراوي هو انك توصل للمغرب دوز واحد جوج سيمانات يخرج لك العثماني في 12 ديال الليل بشي بيان، هذا وقد قرر المغرب اغلاق حدوده الجويه والبريه مع كل دول العالم. ايوا واش غندير؟ غنمشي نشدو الارض ونجلسو. اذا هذا مكان اش وقع في تونس؟ تونس تشلضات بهذا الفاريون الجديد ديال الكوفيد، انتشر عندهم بزاف، ووصلوا عاود لذاك الحاله ديال ان المستشفيات ما بقاوش قادرين يداويو الناس، وبقاو الاسره ما كاينينش، الاكسجين ما كاش ما كاش ما كاش ما كاش. الجزائر ايضا مع هذا الباستور حسب جريدة الصحافة الإلكترونية يحذر من مغبة الانتشار السريع للمتحور دلتا في الجزائر. ما خاص الشعوب حتى هي تعاشي شوية، الناس يعني هادشي العراسات وأماكن ضيقة وفيها الدخان، فيها الكارو، فيها تبادل الهواء اللي كيستنشقو الإنسان وكيعاود يخرجوا، والاخر كيعاود يتنفسوا. يعني هذه كلها اماكن تعتبر بمثابه بؤر لتنقل هذا الفيروس، ف الله يلطف بينا وهذا ما يقول الانسان. عزيز العذراوي نبوسوك زيد، اش انا من هنا والله الا كنهضر مع الصباح مع المدام، قلت الله ما نعقل على شي واحد، اما كاش عنقني ما نعنقك. خوك راه عنده ليبرتونسيون وعنده الشحمه بالزايد، غيدخل شي فيروس لداخل غيصفيها ليا، دونك خلي تنعاود نرجع ان شاء الله في 2024 ونعنقك التعنيقه ديال 2021.
دونك السلام من بعيد. ها غير بوجور ديما عسكر تا القبر، هذا هو السلام الممتاز مع عبد الرحمن العضراوي. داكشي ديال ما تخافش غير اجي عنقني، لا اخويا انا كنخاف. تونس الله يكون معاهم، اللهم امين يا رب العالمين. سي هشام سي هشام اجاني نعاس، وانا جاني نعاس. دابا غدا ان شاء الله الاحد والاثنين غادي ان شاء الله نرتاحوا فيهم باش نجيو بلياقة بدنية ممتازة. الكريشة راه فشيناها، عطيناها للريجيم هاد الايامات هادي، جوعنا باباها. اشنو رأيك بالتلقيح ولقحنا واللي عطا الله عطاه. زيد راه هاد الاتفاقيات ما بين المغرب وروسيا راه طير النعاس على الصبريون. سيرتو شفتو داك ردة الفعل ديال بايدن مع الزعيم الاسباني، قال له سير تمشي لي عندك شي شغل سير لي، غتلصق فيا هنا. اش كتساين؟ انا راني في لاريف سود، جبت الكاميو ديالي لواحد الكراج، الكراج دابا كلشي ساد، غنخليهم غنخليه لهم هنايا، عندي شي تويشيات يسمحوهم لي هاد الشهر هذا اللي غيكون الكاميو واقف. وسي هشام يلاه سال العمل ديالو على ما يمشي يدي الكاميو عاد يهز الطوموبيل يلاه يجي، وحنا مقرقبين معاكم النبع على ما يوصل. راه نشربوا من هاد القريعه ديال الماء الصغيوره، ها القرعه ديال الماء ديال الشيفور، ها اصغر كاس ديال القهوه ديال الشيفور. اين هذا؟ ماشي غير صغير، هذا فات صغير ليه، هذا شي شيافر في الميريكان، داك الشيافر اللي يديروا مني ثلاثه كنشوفهم كنحس براسي ضعيف. تنكون قال شي مره داك لي ريستورون كنصورهم كنصيفطهم للمدام، تنقول لها ناري قفرتها واقيلا جاتني المجاء جاتني سميتو داكشي ديال اثيوبيا وداك فقر التغذيه وحاش نعيش. بسم الله راه اليد اليمنيه، واصحاب شرب اليمنيه راه هي هادي اليمنية، كيدخلوه كيكون عندهم هو حقيقة راه بيدوزة، بيدو ديال شي تلاتة يطرول، ودوك لي تراك ستوب كاين دوك لي فونتين تدخل وتعمر عندك قرعة صغيرة كبيرة كتخلص نفس الثمن، كيدخل كيخشي مرة تحت بيبسي مرة تحت سيفن اب مرة وكيمشي. عندو ساعتين ثلاثة ساعات كيعاود يوقف ويدخل عاوتاني يسقي، ولكن راه هذاك إلا مشى تشدك مشى تجلس عليك كيواطيك. شكرا سيدي محمد. كي دايره أكادير السي محمد؟ شحال درجة الحرارة في أكادير؟ وا الله يلطف بينا ويبردها علينا وهذا مكان. كاين شي حولي عندكم؟ لا سيدي الحولي راه في مولاي بوسلهام، الحولي في مولاي بوسلهام تيبعبع. غادي نعيدو في مدينة طنجة إن شاء الله. هاد العام السيد اللي كنا كنشريو من عندو الخرفان هاد العام ما غاديش يذبح، كيخافو من داك الإجراءات الصحية ووزارة الصحة ولات محاضياهم ردة معاهم البال. عيطت ليه قبل ما نعرفو، قبل ما سيدنا يتكرم علينا وينقص لنا من الاسعار ديال النقل والتنقل، عيط لي باش ريزيرفي عنده الخروف ساعه، قال لي ما كاش العيد، ما كاش الخروف، ما كاش حتى العام الجاي ان شاء الله. اليد اللي جرحناها واش فيها الفقيه بن صالح؟ اشحال درجه الحراره السي اسماعيل في الفقيه بن صالح؟ وزندت مع المجي ديالنا، ما عرفتش واش غير حيت بنادم كيكبر كتولي تغلبو الشمس. دابا حنا بقينا لا نحن من هؤلاء ولا من هؤلاء، ما بقينا مغاربه وقادين عن ريزيستيو للشمس، ما ولينا بحال الكنديين. الكنديين دابا كيكونوا في شي بارك ولا كيجي كيجلس كيطرحوا تحت الشمس، ولا مثلا في شي ريستورون اللي مخرج الطبالي ديال على برا ما عندهمش مشكل.
احنا يا نجلسوا ربع ساعه ولا تولد ساعه ويبان لك الفارع بخمسه بينا كل شيء كيشكي. اللهم امين سي حبيب، شكرا. سي حسين تحيه ليك وتحيه للمغاربه في كاتالونيا، كيفاش راكم عايشين مع الصبليون؟ الناس ديال اسبانيا اللي كاينين في الجنوب، الله اكبر، 48 درجة، الله اكبر، 47 واتزم، الله اكبر. انا غنمشي لذاك لوطيل ما نخرجش منه، غنبقى فيه حتى يوصل 14 غشت. انا جيت في الصيف واحد المرة، وهذا الشيطان جارة ما كيكونش فيها الصهد بزاف، كنت عند الاخ ديالي، مشيت نحماق، مشيت نتسطى بالصيد، اليوم زعاني السائقين، اوعى نشوفوا الا كنت شي يوم الاثنين تما ان شاء الله غادي نقدموا شي طلب للسي محمد بن الطيب، نجيو نشطوا معاه شي لقاء مع السائقين ان شاء الله. الصاد يا الصاد، الصاد ديال الطاو التعناق. بغيتي تخلع العذراء ويصير عنق، اخويا ما تعنق لي ما نعنقك، الله يرحم الوالدين، تعنقوا في 2024. لا سي عدنان ما كاين غير الاتصال والقطيبات، دابا الجمهوريين تيتسالوني شي قطيبات خاصني نصورهم ونوريهم لهم. صديق ديالي اللي كي ياخذ التصويرات ديالي وكيكتب عليهم بعض المنشورات، ما عارفش بان دوك التصويرات كنحطهم على شرف الجمهوريين، قال لك هذا السيد كيتصور مع الماكله وكيحط الماكله، قلت له باقي غادي تشوف، باقي ما شفتي والو قبل لا توصل للمغرب، كاع داكشي اللي كيطيب في المغرب غادي تشوفه في التصاور، حيت الجمهوريين والكفار. قال لك علاش كتقول لهم الكفار؟ علاش واحد هو كيطلع في اللايف كيقول لك انا كافر، اش غتسميه؟ واحد كافر راه سميتو كافر، واحد تيطلع تيبقى يقول لهم داك الله ديالكم وداك الصلاه ديالكم، هذا اش غتسميه؟ هذا كافر. دونك الكفار ديال قريش تبارك الله على ريشارد عزوز. دابا واخا امازيغي ولكن اصطلح عليكم هذه عبارة كفار وقريش، كيتعصبوا كيتعصبوا كيكونوا كيدويو كيهضوا معصبين والدم فيهم محروق، الله يهديهم الله يهديهم على راسهم وعلى عائلاتهم. دابا حتى هما عائلاتهم كيتمناو انهم يدخلوا، كيسمعوا بان ليبيا الخاص والعالم كله جاي، ايوا هو المسخوط ديال ولدو ما جايش، علاش؟ كافر كافر ويفتخر. المهم انا غادي نكرمكم، شوف الاخوان المسلمين الجمهوريين، عذراوي ينوب عليكم في زياره المغرب، كاع داكشي اللي غيعجبكم ان شاء الله غادي نوريه لكم. ايوا سيدي بصحتكم وراحتكم، كاتالونيا الله يزيدكم امن في امن. محمد لا، لانه هما كيبغيو دائما يصوروا ذاك المواطن المغربي بانهم العبيد وعياشه والمخابرات، وحنا تنزيدو ناكدوا لهم اه ما كاين غير عاش الملك، وما كاين غير تصوار الماكله، وما كاين غير تبرع المغرب، هو ذاك الشيء كيخدم فيه غير داخل في النفسيه ديالو كتهلك، وكي كيخرج الغضب سبان ومعيون وما عندنا ما نديرو. سير الله يشدوك يحيدو لك داك الطوموبيله طالقه حلقه، ما عندنا ما نديرو، ابتلينا بهم منا والينا، ما عندنا ما غادي نديرو، خوتنا بغينا ولا كرهنا، خوتنا كفار جمهوريون، هادشي اللي غادي نقولو. الشاروخاني، شكون كيعرف الشاروخاني؟
الشرف. انا راني ابوني في لاباج ديال تبارك الله، ما كاين غير العراسات نصاب، نجيو شي مع شي عراسيه ملي نكونوا دايزين من الرشيديه، نقفوا نقصوا حتى حنا مع داك الهجيش. هاني راه مسخوط هذا والميكروفون. اشوف العجاجه، واللي ما معروضش يمشي بحالو، واللي ما معروضش يمشي بحالو. شوف هذيك، واش امك؟ شوف واش امك واش تعرفها؟ الصباح هي تنوض الكوزينه وانت تصبح ناعس ما خدامش وكيعاود يشخذهم. يلا مرحبا بكم كاملين. هاد المره بغيتي تصرف الدولار ما نمشيش للبنك. دير هادشي اللي كيقولوا لينا، ولكن اخويا المحلات راه المحلات الخاصين بالبنك. لا بالعكس، انا صرفت كنصرف في المطار، الفرق كبير، كيديو بزاف ديال الفلوس. والبازار اخويا، البازار غير قانوني، ما قربنا ليه. نمشيو للبنك مره فينا مره فيهم. قال لي واحد الصديق، وياك تمشي لابونك، البازار راهم كيخلصوا اكثر من لابونك. شكون هذا الشاروخاني؟ ويلي الا ما عرفتي الشاروخاني شي ما عرفتي، ادخل اليوتيوب وكتب الشاروخاني. الشاروخاني خدا الجمهور ديال حتى لقيت اللي تبغيني عاد جاي تسول فيا. الجمهور ديالو والمساعد وكلهم راه ولاو مع المطرب الجديد الشاروخاني. الشاروخاني المطرب الشعبي في المنطقة الشرقية للمغرب. سيدنا وقيلا هذا الجهد، نعيطو السي هشام نشوفو فين وصل، و يمكن غدا نديرو شي لقاء على جريدة الصحافة الإلكترونية، يكون لقاء حول أهم ما دار في الأسبوع، ومن بعد منه لقاؤنا معكم في المغرب. التقاطيم كنسمعو التقاطيم، ولكن شكون اللي كيقرق؟ يلا سيدنا تبارك الله عليكم، وفرصة سعيدة. شحال في الساعة؟ هذه سيدي ستة القصر، السادسة غير قصري. يلا فرصة سعيدة، ولنا لقاء إن شاء الله قريبا. إلى اللقاء.